طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى أرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج البلاد؟ حيث كشفت جمعية اللاجئين في إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة عن مغادرة نحو 28 ألف مهاجر من الإقليم إلى دول أوروبية منذ مطلع عام 2021. الجمعية تحدثت في بيان نقلته وسائل إعلام كردية بأن آخر الإحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن 4000 شخص قصدوا الدول الأوروبية عبر الحدود البيلاروسية، وأشارت إلى القبض على 803 منهم وإعادتهم إلى العراق، مؤكدة أن 33 مهاجرا قد فارقوا الحياة. ووفق المصدر نفسه فإن أغلب المهاجرين قد غادروا إلى العراق أو إلى خارج البلاد من مناطق سوران وزاخو في إقليم كردستان. وشهد إقليم كردستان خلال الأشهر الأخيرة زيادة لافتة في عدد المهاجرين إلى الخارج وسط مطالبات بالحد من عمليات الهجرة، خصوصا بعد زيادة عدد الوفيات بين المهاجرين. الاتحاد العام للاجئين قال في إقليم كردستان بأن مركبا كان يقل لاجئين من الإقليم غرق في بحر إيجا قبالة شواطئ مدينة إزمير التركية، موضحا في بيان له بأن لاجئة كردية توفيت بسبب حادث الغرق. وأشار إلى أن عائلة اللاجئة الكردية تواصلت مع الاتحاد من أجل العمل على إعادة جثمانها إلى إقليم كردستان العراق، موضحا بأن الاتحاد أبدأ استعداده للمساعدة في إجراء اللازم من أجل ذلك. أعلنت سلطات إقليم كردستان أمس الخميس عن عزمها على معالجة الأسباب الأساسية والمشاكل التي تدفع سكان الإقليم للهجرة، وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل بأن من بين العوامل التي تدفع شباب إقليم كردستان إلى الهجرة مشاكل الأمن الإقليمي والركود العالمي، قائلا بأن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بمعالجة أسباب هذه الظاهرة. أشار في تصريحات صحفية إلى أن تشكيل لجنة مكلفة بتقديم توصيات للحكومة بهذا الشأن، لافتا إلى أن سلطات الإقليم ستواصل تطبيق الإصلاحات الرامية، كما قال، إلى خلق مزيد من الوظائف للشباب وتحسين مستوى المعيشة لكل الناس في منطقة كردستان العراق. هيئة الطيران المدني التركية قالت اليوم الجمعة بأنها قررت عدم السماح لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين بالسفر إلى بيلاروسيا عبر المطارات التركية، موضحة بأن هذا القرار يستمر حتى إشعار آخر. وقال دبلوماسي في وزارة الخارجية ببغداد يوم أمس الخميس لصحيفة العربي الجديد بأن الحكومة شكلت خلية عمل طارئة من وزارتي الخارجية والهجرة. طبعا الموضوع صار لأشهر، موضوع اللاجئين العراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، والجماعة يقول لك لجنة طارئة، وشكلوا كذلك من ممثلين عن حكومة أقليم كردستان العراق لمعالجة أزمة تجمع المئات من العراقيين، كما قالوا، المهاجرين بشكل غير رسمي على الحدود الأوروبية ومرورهم بأوضاع إنسانية سيئة للغاية، فيما كشفت وزارة الهجرة عن رفض قسم منهم العودة إلى العراق. للأسبوع الثاني على التوالي تتفاعل هذه الأزمة، أزمة تجمع المئات من العائلات العراقية وأغلب أفرادها من إقليم كردستان العراق، كما جاء في مصادر صحفية، عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في وقت فرضت السلطات الأمنية في كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا إجراءات مشددة لمنع دخولهم، حيث ما زالوا محاصرين في غابات حدودية بين تلك الدول وبيلاروسيا، وفاقم نزول الثلج والطقس السيء من معاناتهم وسط تحذيرات من وجود مرضى وكبار سن ونساء حوامل وأطفال رضع معرضين للموت. مثل ما نشوف بهذه الصور اللي نعرضها حاليا على قناة الرافدين، نشوف تكدس الأعداد كبيرة من اللاجئين، يعني بحسب الإحصاءات
منهم بالدرجة الأولى من العراقيين ومن السوريين على الحدود بين بيلاروسيا وبين بولندا يمنعون من الدخول، يدون يوصلون إلى ألمانيا بحسب شهادات راح نشوف ونستمع إلى بعض الشهادات بعد قليل عبر مقاطع منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. معنا اتصال أبو يزن من بغداد. أبو يزن، برأيك ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج البلد وإحنا بعام 2021؟ أبو يزن تسمعني؟ أبو يزن فقدنا الاتصال. أبو عراق من الفلوجة، أبو عراق ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة إلى خارج البلد وإحنا في عام 2021؟ يعني فقط من إقليم كردستان بحسب جمعية اللاجئين في إقليم كردستان العراق قالت بأنه 28 ألف مهاجر اللي من الإقليم هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي فقط منذ مطلع عام 2021. ما هي الأسباب برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. والله يا أخوي العزيز، بالنسبة للأسباب معروفة ذيك هي. يعني أنت لا تتوقع حس الشعب العراقي كان بكردستان ولا بالجنوب ولا بالغربية مرتاح. الظروف القاسية، يعني قبل فترة خابر واحد من الخارج سألوه قالوا له أنت ليش طلعت؟ قال عمي هسه أول وحدة أنا جاي أستلم حقوق منا، حقوق النفط. يعني انت الحكومه العراقيه، انت ليش تخلي الواحد اللي ما يطلع ياخذ حقوقه بالقوه؟ يا عدم الدوله اللي بيها هو هم تصر لهم فوائد بيها. يا استاذ العزيز الله يخليك، هو احنا شفنا الشعب العراقي شنو ارتاح بيه حتى يبقى بيه هنا؟ عمي والله تأذينا. والله انا واحد من الناس هسه لو استطيع، مو هسه قاعدين بالثلوج والله اقعد يمهم. عمي الشعب بعد الصبر ما ظل عنده، طاقه ما ظلت عنده. يعني وصلت بي الى ان واحد يتخرج، يا اخوان يسمعوني الحكومه، يعني شهاده امانه الله ورسوله، ويروح يسوي له تشمبر مال شاي يبيع بيه، ويحمل شهاده عليا. يا اخي ما كافي عادي يا الحكومه، يعني ما شو وقت تحسون بهالشعب هذا؟ عم احنا بيد نطبع كليت للشعب العراقي ونعوف لهم إياه هالبلد هذا، خليهم يبقون بس الحكومة يحكمون بيناتهم. عمي متعبنا والله تعبنا، ومنطاقة ما ظلت عندنا يا أخويا العزيز الله يخليه. يعني وصلت بي رب العسرة بعد ما يقدر يعيش جهالة، وهاي عمليات الانتحار ترى كلها سبب، هاي قام عبالكم، وهاي مال الحبوب ما حبوب ترى سببها هم. والله وين كانت عندنا احنا؟ هو سارع بس انا كبله هسه اللي قاعد بالثلج وهالبرد، هو واطفاله. هو لو بالعراق مرتاح يطلع هناك، ما يطلع عمي، بس مو العيشه صارت قشره. ما كافي عمي شوية تبتل هالشعب هذا. وين توصلونا بعد؟ وين الى وين تودونا بعد؟ ازيد من هاي؟ خلوا قطرة رحمة بقلوبكم، ما عندكم رحمة، انتم ما عندكم رحمة، شفقة ما عندكم. قافوا الله. وانا اشكرك اخوي العزيز. شكرا ابو عراق من الفلوجة كان معنا. طبعا نشاهد هذه الصور، خلونا نشوف مقطع لطفلة عراقية من اقليم كردستان العراق وهي تناشد باللغة الانجليزية القوات حرس الحدود بين بيلاروسيا وبولندا للسماح لهم بالدخول عبر هذه البلدان إلى الاتحاد الأوروبي. نشوف هذا المقطع. Water.
طبعا هاي الطفلة تناشد هذه القوات إعطائهم الماء، تطالب بماء للشرب كما انتشر هذا المقطع على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا يوم أمس الخميس أبلغ مسؤول بارز في وزارة الخارجية بالعاصمة بغداد، أبلغ صحيفة العربي الجديد بأن بلاده شكلت لجنة خاصة للتعامل مع الأزمة بإشراك ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، مؤكدا بأن اللجنة ستعمل على إعادتهم جوا إلى العراق، وحاليا هناك مساعي لإيصال الاحتياجات الأساسية إليهم. تحدث المصدر عن أن العائلات والشبان هم ضحايا شركات سياحية وشبكات تهريب تنشط في عدة دول مقابل مبالغ مالية، والتي قدمت لهم وعودا بحياة أفضل في الدول الأوروبية حال وصولهم، فيما تسعى السلطات الحكومية في العراق لكشف تلك الشبكات وملاحقتها قانونيا. خلي يعالجون ظروف العراقيين وغلاء المعيشة وتراجع الملف الأمني أفضل لهم من هذا الشيء، حتى ما تضطر هذه العوائل للهجرة خارج العراق. صار لهم 19 سنة هذا بسبب الأوضاع في العراق والحالة الاقتصادية والمحاصصة والواسطات والمحسوبية، أصبح مثل ما قال أبو عراق قبل شوية بأنه الخريج لا يجد وظيفة. المسؤول كشف بأن الموجة الحالية من المهاجرين هي الأكبر التي تخرج من العراق منذ اجتياح تنظيم داعش البلاد عام 2014 واحتلاله لمساحات واسعة من العراق، لكنه أكد في الوقت ذاته بأن أغلب المهاجرين يقدمون كما يقول هو روايات وقصصا غير حقيقية عن وضعهم في العراق ضمن مساعي الحصول على حق اللجوء والإقامة. معنا اتصال أبو راشد من عمان. أبو راشد، برأيك ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج البلد ونحن في عام 2021؟ تحية لك يا أخ عمر وإلى قناة الرافدين المحترمة. طال عمرك، كانت لي عدة أسباب، والسبب الأول كان منها الاحتلال الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية عطت الضوء الأخضر حق الهجرة للعراقيين بعد الموافقة من على الله. نعم أبو راشد، يبدو أن فقدنا اتصال مع أبو راشد من عمان. أبو يزن من بغداد يعاود الاتصال بنا. أبو يزن، 28 ألف مهاجر منذ مطلع عام 2021 فقط من إقليم كردستان العراق بحسب جمعية اللاجئين في إقليم كردستان العراق، ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة إلى خارج البلد وإحنا بعام 2021؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا أخي المهاجرين بالعراق سبب هواية، عدة أسباب، يعني مو سبب واحد اثنين كان. وهي كردستان من وراء العمل، عمل ما عندهم كردستان، أموال عندهم بس عمل ما عندهم، أما أحزاب داخل كردستان قوية وسيطرة كل من وحزب. ثم العراقيين في بغداد من وراء الطائفين الإيرانيين والميليشيات ما تخلي العالم تشتغل. هسه عندك هاي البكريه هسه العوائل وين تروح؟ يعني هي حكومتك ما تحاميها واملاكهم وسنداتهم وجا تطلع بيهم، يعني انت بلدك ما ظلت تعيش فيه وين تروح؟ لا عالم تروح هسه دولي الخارج ودول اوروبيه وغير اوروبيه. اي وهم يعني هي الدوله ميليشيات، الدوله العراقيه ميليشيات مسيطر عليها الاحزاب الايرانيه وغير الإيراني، ماكو غير. فالعالم تطلع ما له حق، حقها ضايع بالبلد، يعني يقول لك انا اطلع برا استلم حقي احسن ما استلم من العراقيين، ما منطيني الحصه ما منطيتها. نعم. زين شنو رايك بانه هناك لجنه تريد لجنه حكوميه حتى يرجعون ذولا المهاجرين الى العراق؟ تسمعني ابو يزن؟ هم شكلهم لجنه بس هم ما يرجعونهم. طيب العزيز، الحكومة العراقية ما حامي نفسهم تحامي المهاجرين. هم حكومتنا فاضلة من الأخير، هي من رئيس الوزراء لحد ما تنزل. نعم. أنا أشكرك أبو يزن من بغداد. معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، نفس التساؤل، ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج البلد
ونحن في عام 2021. السلام عليكم أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي. جوابه بسيط جدا. نعم، إجابته واضحة يعني. إذا كان رئيس الوزراء في بيته وفي المنطقة الخضراء لا يستطيع أن يحمي نفسه، فكيف سيحمي شعبه؟ الشعب وصل إلى مرحلة اليأس أن رئيس الوزراء مستهدف، فكيف حالي وأنا بلا سلاح وأنا بلا حماية؟ هذا هو السبب الرئيسي، أن المواطن قد فقد الأمل، فقد الأمل في الأمن، فقدان الأمل في لقمة العيش، يعني أصبح كل عراقي مهدد بلقمة عيشه وبكراهة. ولاحظ طريقة الاعتقال، طريقة الاعتقال تكون بالإهانات وبالتجاوز على العوائل الآمنة في بيوت، فكيف يبقى أمل عند العراقي أن يعيش في هكذا بلد؟ فقدان فرص العمل، يعني العراقي عندما يهاجر يهاجر في القرى على سجود وغيره لأنه قد وصل إلى مرحلة يقول إما أن كريمة ضمن الاتحاد الأوروبي وإما أن أمور الرجوع إلى العراق، فهو خيار أشف وربما أسوأ من الموت. لا نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أبو سمية. رسالة على الواتساب يقول: العراق غير صالح للعيش في ظل وجود هذا النظام الفاسد وميليشياته، لكن عجبي بأن أغلب المهاجرين هم من كردستان، الذي يدعي الإعلام بأن كردستان مثل دبي. عجيب، يقول نظام فاسد كما قال، من زاخو إلى الفاو. تحياتي حيدر كريم من ذي قار. نعم، طبعا خلونا نشوف مقطع آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لأحد المهاجرين، وهو يتحدث عن ظروفهم هناك بين الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. هاي بس تحشي عربي بالمنظمات، بس تحشي هاي وضع شنو هاي يعني؟ والله متجمعين حتى نطب على بولندا، لعبوا بالعالم دولة بس بيدنق من بقى وبيا وقصب، كان عاطينا بين البيلاروس وبين بولندا، لا دولة يفوتونا لا دولة يرجعونا، واحنا نريد نروح البولندا حتى نروح لألمانيا، دمرونا يعني. احنا غان هزمنا من بلدنا تعبان وجينا لهنا، النوب لا البيلاروس يرحمونا ولا البولنديين يرحمونا. هاي العالم أطفال ونسوان ماتوا من الجوع ومن البرد. احكي صديقي. والله دمرونا ضياء حبيبي. ضياء احكي. هاي كل الرخراوات يعني لازمنا منظمات، لازمنا احكي يعني عقد دقائق بعد شد ريد يعني انت. هذا بس مباشر؟ مباشر بس. قوم اخوي ضياء خاف. والله راح نموت من البرد. قوم تعال بس شوف. نعم، يقول بلدنا تعبان وهاجرنا من العراق. صباح من بغداد. صباح، احنا بعام 2021، ما هي الأسباب اللي تدفع شباب عراقيين من مختلف المناطق للهجرة خارج العراق؟ طبعا استاذ عمر، من تحكم الاحزاب الاسلاميه، حزب الدعوه الاسلامي ومجلس الاعلى الاسلامي والصدريون وصادقون، كلها وصلوا العراق والعراقيين الى مرحله يرثى لها. كل العراقيين، يمكن نسبه اكثر من 3/4 العراقيين، يتمنى الخلاص من هاي المعيشه في هذا البلد تحت الظروف السياسيه والاقتصاديه والوضع الامني المزري والارهاب اللي يفتك بالشعب العراقي، سواء ارهاب مجاميع داعش الارهابيه او مجاميع الحشد الميليشياوي. فالعراقيين طفح الكيل لهم، يعني احنا شو وصل اخوتنا الاكراد او الشيعة او السنة الى بيلاروسيا؟ يعني اول تالي العراقي هاجر بلده بسبب منه؟ بسبب هي هاي المراجع اللي موجوده، اللي صارت غطاء وحمايه للاحزاب السياسيه الحاكمه، اللي كل العراقيين والمجتمع
يعرفون ان الاحزاب اللي حكمت من 2003 ولحد الان هي احزاب فاسده وعميله، يا اما عميله الى ايران يا اما قسم منهم عميل الى امريكا، وقعنا بين مطرقتين، مطرقه امريكا المحتله وايران المحتله. فالعراقي لا دراسه لا زراعه لا كهرباء لا امان لا صحه لا خدمات لا كل شيء ماكو، يعني من شماله الى جنوبه. يعني هسه مرات نقول احنا الاقليم شويه احسن من عندنا، لكن ظروفهم المعيشيه الظاهر هم قاسيه، يعني ما نعرفهم احنا شلون عايشين بالقرى والارياف في شمال العراق. يعني نشوف البناء والاعمار والاضاءه والكهرباء، لكن الظروف المعيشيه اللي جبرت اخوتنا الاكراد يصلون الى هاي بيلاروسيا وبولندا او في جنوب العراق والوسط والغرب كلها جاي تهاجر. صار لنا 18 سنه شبابنا كلها راحت، اللي عنده شهاده والكفاءات كلهم هاجروا جاي يعملون في المانيا واوروبا وامريكا وبريطانيا، وعافهم خدمه العراق بسبب الاحزاب اللي سطوتها صارت بالسلاح. يعني كل الاحزاب الحاكمه عندها ميليشيات سواء حزب الدعوه وبدر. وزاره الهجره، وزاره الهجره صار لها من العام 2003 ولغايه الان، يعني كل سنة تصير حملة هجرة من داخل العراق غير المفروض خلال 18-19 سنة. اليوم احنا اقل عدد بالهجرة من خلال المعالجة الجذرية لأسباب الهجرة، من توفير فرص العمل من الأمان من غيره. 19 سنة، يعني حتى اللي مولود بالعام 2003 اليوم شاب دخل الى الى الى, إلى, إلى الجامعة. يعني ما معقولة انه كل هذه السنوات وبعد العراقيين لغاية اليوم يهاجرون وبهذه الأعداد. يعني العدد صادم صراحة، أكثر من 28 ألف مهاجر فقط من إقليم كردستان، هذا من بداية هذه السنة فقط. دكتور عمر، من تذكر يعني وزارة الهجرة، احنا نعرف هذا المنصب كلها صارت تحت المحاصصة الطائفية الوزارات، فما اجى وزير على وزارة الهجرة وزير وطني واشتغل صحيح في سبيل نقول هاي الوزارة عندها إنجازات. حتى المخيمات الموجودة لحد الآن، إحنا بلد نفطي والعراق العظيم وبلد النهرين والحضارات، يعني هاي وزارة الهجرة وقفت عاجزة، ما عندها أي مساعدات وتقدمها سواء النازحين أو المهجرين. وتشوف هي وزارة الهجرة الشباب جاي يغادرون البلد، يعني اللي حتى مو شرط إلا أوروبا، يعني في تركيا في العمان في الإمارات كل الشباب جاي يتهاجر، ما يقدر يعيش تحت هاي الظروف القاسية في العراق تحت سطوة الأحزاب. فهذا وزير الهجرة ووزيرة الهجرة كلها مناصب محاصصتية، يعني بيناتهم الأحزاب يتقاسمون المناصب، فيجيك من حزب ياخذ وزارة الهجرة، لكن شنو دوره، شنو تأثيره على المهاجرين، شنو تأثيره على النازحين، شنو تأثيره بملفات اللي صارت مثل جرف الصخر او في صلاح الدين او نهر في دياله. يعني ما عندهم اي انجاز، ما عندها الوزاره اي خدمات للمواطن العراقي، يعني تستجدي في سبيل تعطي ويصورون ويمنون على الناس، وهي واجبها هذا، واجبها توفر توفر الغذاء والدواء وتوفر سكن امن للناس النازحين والمهجرين. يعني فوزاره الهجره التابعه للحزب، والحزب جاي ياخذون هاي الميزانيه مال الوزاره وبيناتهم يتقاسموها، والمواطن العراقي جاي يعاني، وشبابنا واطفالنا جاي تموت من قساوه الطقس في بيلاروسيا، والجوع اللي موجود وشفناهم احنا على مواقع التواصل الاجتماعي شباب مع الاسف يعني يصلون هاي المرحله العراقيين انهم يهاجرون هذا البلد العظيم. أشكرك صباح من بغداد كان معنا. رسالة على الواتساب يقول: المهاجرون ببساطة يبحثون عن أبسط شيء وهو احترام إنسانيتهم. معنا اتصال أبو عرب من الأنبار، تفضل أبو عرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هاي دلائل بأن الحكومة غير قادرة على تصفية الناس وتمشية الأمور وتدير الدوائر. هذا الخلل بدأ عندنا من السقوط وجاي. شلون احنا المتعارف عليه الانسان اللابس عمامه يروح يقعد لو بجامع لو بحسينيه، شو هسه العمايم ما شاء الله هم لازمين الاول والتالي؟ ليه انت يا ابو العمامه انت جابك على هالسياسه هاي؟ انت مو اكو شغلات باكر الله يحاسبك عليها، روح اديها لو بجامع لو بحسينيه. يا استاذ عمر الله يخليك، عمي عم الشعب انتهى، شعب انتهى.
هسه بس قدرة الله سبحانه عز وجل. واما الشعب تعبان عمي استاذ عمر. نعم انقطع الاتصال معنا. عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج البلد ونحن في عام 2021؟ السلام عليكم. وعليكم دكتور. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. قبل الدخول بالموضوع مال هجرة العراقيين، نعم اليوم يعني صراحة خبر أفرحني، وهو مثل ما يقول لك ما يخالف يعني ولا هو ماله ديش الأهمية، لكنه نقول هو مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة. هو انتخاب العراق عضو في لجنة بناء القدرات باتفاق باريس، هاي من واحد. الشيء الثاني اللي حزب بنفسنا يعني احنا اليوم خلي يعني موضوع القدرات يعني شوف يعني ربما هو دعم دولي لهذا النظام السياسي في العراق، ولكن قدرات العراق الحقيقية اليوم في العراق لا تجد فرصة عمل وخارج البلد. بالفعل الكفاءات والقدرات العراقية خارج العراق، بس احنا نقول ما يخالف عم نتأمل بالبلد مالتنا، نقول خير نفرح لبلدنا. والشيء الآخر اللي حزب نفسنا احنا اليوم اللي احنا نطلب من اخواننا العرب ان يحتضنون العراقيين، الشقيقة مصر تمنع دخول الاتحاد الوفدي العراقي للدرجات اراضيها المشاركة بطولة العرب. هذه الموضوعين اللي ردت يعني انوه عليهم. نعم. بالنسبه لموضوعنا دكتور، بالنسبه لهجره العراقيين عده اسباب، منها العامل الاقتصادي، العامل الامني، يعني العامل السياسي. انت جاي تشوف السياسيين بيناتهم يصارعون بيناتهم يعني النزاعات هذه، وتاركين العراقيين بحالهم. فالشاب العراقي يتخرج او حتى الغير خريج يريد مقومات الحياه، يعني اذا اي شيء للحياه في العراق ما متوفر. نعم دكتور. نعم معك، كمل ابو. اي فالشاب العراقي او المواطن العراقي من يشوف احنا بالقرن بال21 والعراق عايش يعني شلون مثل ما تقول في زمن يعني العصور الوسطى زمن الظلام. فالشاب من حقه ان يعيش حياته، يعيش حياه كريمه، لكنه بالعراق اليوم اللي يعيش هو يا اما المهوال اللي شو اسمه يشجع شو اسمه المنجزات مال البادي مال المالكي، منجزات مقتدى، منجزات عمار، يعني هذا اللي يعيش بالعراق، يعني ما معناته اللوغي او يدفعوه للحشد ومن هالمسميات هذه وينمون عقله بالخرافات والاستخرافات العقيده وما اعرف ايش. فالعراق مثل ما تفضلت قبل شويه دكتور، العراق اللي عنده خبره وعنده قدرات وعنده كفاءات، اليوم مع كل الاسف يعني طلع خارج العراق، فبقى العراق خالي من اهله، العراق فارغ من الطاقات والقدرات اللي تنمي هذا البلد، اللي تقدر ان ترفع قيمه البلد، لانه اذا بقوا هنا احنا شفناهم يا اما يقتلوهم او يخوفوهم ويخلوهم يهاجرون. ف يعني بقت على المواطن البسيط، المواطن البسيط ايضا يعني يهاجر. لكنه شغلات يعني اليوم خلينا اتذكرها، احد المطربين العراقيين غنى اغنيه استوطن الاغراب بلدي، فهذه من كان يغنيها وهذه اقول الحمد لله شو احنا بلدنا وفرحانين بلدنا وماكو غرباء، لكنه اليوم اتطبقت على ارض الواقع. يعني بالفعل السياسي الغريب اللي اصوله مو عراقيه ينتمي الى دول اخرى، هو يصير ابن البلد، وابن البلد الحقيقي هو اللي هاجر. زين فهذا يحس بالنفس دكتور لما تشوف ابنه، ويعني العراقيين من كفاءات وخبرات يهاجرون ويبقون دولة اللي يحملون افكار يعني مريضه وافكار يعني ما تنهض بالبلد. فللاسف الشديد هو اللي هذا اليوم جاي نشوفه
بالبلد مالتنا. ويعني لما احنا نشوف اليوم العراقيين بولندا و شنو اللي يمنع شنو اللي يمنع الحكومات المتعاقبه من معالجه جذريه او على الاقل تقليل هذا الامر؟ شنو اللي يمنعها؟ ما عندها فلوس؟ ما عندها ميزانيه لتوفير فرص عمل للشباب الخريج، لتوفير فرص عمل بالمجالات الاخرى؟ دول لصوص، دول مو قاده سياسيين وما عندهم ولاء للوطن. من اقول لك يعني قبل شوي قلت لك دول غرباء، يعني هو ما عنده ولاء للوطن. هذا يعرف الفتره يعني مده معدوده وبعدها يرجع للبلد اللي عايش فيه. فهم دول اغلبيتهم يا دكتور مطين ولاءات للملكه، فالملكه هي اللي تتحكم بها وتعرف قصدي. من اقول الملكه هم ابناء الملكه. نعم. اغلبهم يا دكتور زين من 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 رجال دين من سياسيين، فدول ما عندهم ولاء للوطن. نعم. انا اشكرك اخي عبد الرزاق من باب الكنا. معنا ام احمد من النجف. ام احمد، ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج البلد ونحن في عام 2021؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. الله يخليكم تسلمون. الله يسلمك. تصحيح عبارة ويعني مع كل احتراماتي، بس أحيانا الإنسان يظلم نفسه من حيث لا يحتسب. من المعيب انه نسميهم حكومه اسلاميه او شخوص اسلاميه. اكو بيت شعر لطيف، هو كان ارتجالي من صح البيت بمحفل، طبعا قاعدين معممين سمعوا وفي وقتها حتى ضحكوا يعني عفون انفسهم شوي. فمن ضمن القصيده: لا يغرنك منهم حمل مسبحه ففي الثقوب عشوش للشياطين. خوش فذول هذا توصيفهم. بالله عيد لنا البيت ام احمد. لا يغرنك منهم حمل مسبحة. نعم. ففي الثقوب عشوش للشياطين. فكان من الحضور طبعا معممين اخذهم بس يعني الضحك والاستهزاء بانفسهم مو بالشاعر، بالعكس يعني فيما بعد حتى قاموا وشكروه. نعم. فذول المتشبهين، ذول الافاقين، ما ممكن اسميهم اسلاميين، حتى يعني مظلمه راح تكون على الدين ومظلمه وتجاوز. حتى انا ادري اللي يحكي على فطرته وعلى طيبته، بس هي من بعد تنبيه التفكير. شغله ثانيه، لما بلدي يجي وين ماكو واحد تافه، وين ماكو واحد عميل يفتخر بعمالته. وبالمناسبه ترى ايران وامريكا هي واحد، تحت الغطاء هم واحد، اما كيف في فداء العراق. نعم. مظالم وحده، وخلال هذه 18 سنه اخذوا ما اخذوه من اموال العراق. وبدليل على لاكسين العمائم، ليش السائران الإسلامية إلا أرد أعوف كل المصايب اللي سوتها بلدنا. تعال للمواد المائية شوف شو النتائج اللي خلتها عليك. فهاي ما يكثر مثل هم أسلمهم إسلاميين. هاي نعم. شغلة نعم. أنا شوي هم حازة بنفسي هم أرد أحكيها. أسئلة نسائهم تحت مختلف المسميات، سواء كعوائل أو غير العوائل، وإذا أكو أحد بيهم حر، هو ماكو حر، بس أنا أحكي إن شاء الله وياكم ويسمعنا الأحرار، الحر تكفيه إشارة ويعرف قصدي شنو هو. أولادهم يقبلون هاي حياتهم تمر بيهم هيك ظروف، ينخافون عليهم من الهوى اللي يمر عليهم. ما في يوم سمعنا أحد انجرح بانفجار، انخطف، بأعداد بمخيمات نسائهم. فيعني شو أتوقع يا دكتور عمر من بلدي؟ لازمي ناس هو يفتخر بالنذالة مالته. شنو النتائج اللي راح؟ وبالذات ترى الشاب من يفقد الامل يسلك طريق الموت ما يحس على نفسه خطيه. الله المعين. أنا أشكرك أم أحمد من النجف كانت معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال صبيحه من النجف، تفضلي صبيحه. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي اختي. تسمعيني؟ نعم تسمعيني؟ اكو مشكله بالصوت، انا اعتذر مني الصبيحه، حاولي تعاودي الاتصال. معنا ابو شيروان من ادهوك، تفضل ابو شيروان. ما هي الاسباب التي تدفع عراقيين للهجره خارج البلد ونحن في عام 2021؟ مساء الخير استاذ عمر. مساء النور، اهلا وسهلا بك استاذ عمر. شلون ما نهاجر؟ نهاجر لين الان عمري 63 سنه، لحد الان لا رعايه ولا راتب عندي، وعندي ثلاث ولد 53 كلية، ولا واحد متعين، ولا عدة، احنا اربع بيوت ولا راتب يدخل ببيتنا. يعني شو يصير بينا؟ انت واحد يصير مثلنا، ايش راح تسوي؟ والله لو عدنا فلوس لا كان هاجرنا، بس ما عندنا امكان نهاجر. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني تقولون كردستاني يجي ومترفيرات، صحيح يعني عمران بيها ويا شغلات دينا بيها، بس ماكو معيشة، ماكو ماكو فرص عمل. أيوة لا فرص عمل ولا راتب ولا عمل، لا كل شيء ماكو. زين، يعني برأيك من المقصر هنا؟ من المقصر؟ من المفروض يتحمل المسؤولية؟ والله الحكومة مسؤولة عن فرص العمل، الحكومة مسؤولة على تعيين شباب مخرجين، غير الحكومة هي المسؤولة يا أخوي. نعم. يعني شو يصير بينا؟ والله العظيم الله شاهد علينا، يعني دور يعني ندور ندبر فلوس المولدة والكهرباء الوطنية، يعني عيشة صعبة، يعني رعاية اجتماعية بكردستان ماكو. نعم، الله يعينكم أبو شيروان، الله يعينكم ويعين جميع العراقيين. أنا أشكرك أبو شيروان من دهوك. صبيحة من النجف تعاود الاتصال، تفضل يا أختي صبيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون أستاذ عمر؟ يا هلا بيك، تفضلي. رحم الله والديك، والله كريم، والله رحم مدمر والله. شلون؟ الإحراق عدلت مدمر، والله تدمرنا والله. والله من زين وشاله ولا عدل، يعني والله والله العزيز دمار امراض لا تنعيش والله. والله مش بس هاي عذاب ايران وعذاب امريكا، والله العزيز دمرونا والله. نعم صبيحة من النجف كانت معنا، شكرا لك. طبعا أكد المسؤول في وزارة الخارجية بأن من بين المهاجرين الحاليين هم من جنسيات دول أخرى في الشرق الأوسط وليسوا جميعا عراقيين. من جانبه اتهم وكيل وزارة الهجرة كريم النوري يوم أمس السلطات في بيلاروسيا بأنها تدفع العراقيين المهاجرين إلى غابات دولة ليتوانيا الحدودية معها للضغط على الاتحاد الأوروبي. وقال النوري في إيجاز قدمه للصحفيين في بغداد بأن ظاهرة سفر العراقيين إلى بيلاروسيا بدأت منذ أشهر، وانتشرت مافيات وعصابات لتهريب العراقيين باتجاه ليتوانيا وبولندا ومن ثم إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، مستدركا بأنه لكن هناك مشكلة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا دفعت الأخيرة إلى الضغط من خلال دفع العراقيين نحو الغابات بين بيلاروسيا وليتوانيا. يعني الجماعة هم استخدموا العراقيين ورقة ضغط بيناتهم. بيّن بأن العراق شكل لجنة من وزارة الهجرة والمخابرات ومديرية الأحوال المدنية وأوقف السفر إلى بيلاروسيا كرسالة حسن نية للاتحاد الأوروبي
الذي هدد العراق بعقوبات رغم أنه ليست لدينا علاقة مع عصابات التهريب، وأكد بأن الحكومة تتابع وضع العالقين من العراقيين هناك، وسنسهل عودتهم إلى العراق من خلال سفارة روسيا لعدم وجود سفارة عراقية في بيلاروسيا. معنا اتصال باسم من بغداد. باسم تفضل، ما هي الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج البلد؟ أستاذ عمر، حقيقة بوضوح أقول السبب يعود إلى عدم اهتمام الحكومة لعموم الشعب في سوء الخدمات، كهرباء، ماء، غذاء، دواء، وعدم وجود فرص عمل للعاطلين خاصة الخريجين. وإذا استمر الحال سيهاجر جميع العراقيين خارج العراق، مثل ما قال عادل إمام، يقعدون الحكام الصبح ما يلاقون واحد يحكم. وشكرا. أنا أشكرك سالم أو باسم من بغداد. طبعا بيان لوزارة الهجرة رفض عمليات ضرب المهاجرين من قبل حرس الحدود في تلك الدول، ودعا إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية، واتهم وكيل وزارة الهجرة كريم النوري السلطات في بيلاروسيا بأنها تدفع كما قلنا العراقيين المهاجرين إلى غابات دولة ليتوانيا الحدودية معها للضغط على الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيان نقلته وسائل إعلام عراقية عن مدير عمليات وزارة الهجرة عباس تشانغير، قال بأن الحكومة أرسلت الطائرات لنجدة العراقيين العالقين وإعادتهم لوطنهم، لكن الكثيرين منهم رفضوا العودة دون أن يحدد تاريخ ذلك. طبعا هناك شهادات تنفي رفضا قاطعا بأن العراق قد أرسل أي طائرات لإرجاع العراقيين من هناك. أضاف بأن الكثير من المهاجرين يتعاملون مع مهربين وأشخاص غير رسميين وغير معتمدين بين الدول، ومع ذلك فإن الحكومة تتابع وضعهم وحالتهم من خلال وزارة الخارجية. معنا اتصال سعدون من بغداد. تفضل سعدون. يا رب السلام عليكم. من الموبايل وتنصي التلفزيون. تفضل. ألو. أسمعك أخي سعدون. تفضل. أخي العزيز. يا هلا بيك. نص التلفزيون للأخير. نص التلفزيون للأخير يا أخي. الله يسلمك. شلون الصحة؟ اهلا بك. ما هي الاسباب التي تدفع العراقيين للهجره خارج العراق؟ اشكرك على البرنامج الحلو. اهلا بك. ونشكر قناه الرافدين الحلوه. الله يسلمك. تفضل. الله يخليك. احنا ممكن نشارك ان شاء الله؟ نعم، انت على الهواء مباشره. شنو الاسباب اللي تدفع عراقيين للهجره خارج العراق؟ نعم والله، هي مو بس موضوع الهجره يا اخي. نعم. من خلال قناتكم اللي الموقرة الحلوة والمرتبة، وإحنا دائما نشارك بهذا البرنامج. نعم. إحنا حكينا عن الحكومة، الحكومة صفوية. ألو. سعدون. نعم. كل شيء ماكو، لا يعني شلون واحد يبقى بالعراق هنا؟ إحنا هسه بالعراق عايشين بالقدرة يا أخي. عايشين بالقدرة، لا عمل، لا تجارة، لا صناعة. لا دراسة. يعني أنا هسه عندي ابن بالمدرسة البارحة وديت دراسة ماكو. يعني طوب يقعد ويطلع، لاكو دراسة، لاكو رقابة، كتب أنا أشتري له، قرطاسية أنا أشتري له. يعني شنو الفرق كان قبل الحرب؟ يعني كنا قبل 2003 بالحصار كنا نعمة، كانت المدارس مجانية، القرطاسية، كانت الكتب، التدريس درجة أولى، كانت بالعكس. هسه ورا الحرب صارت الهجرة من العراق للخارج. قبل 2003 كانت الهجرة من الخارج للعراق. تسمعني يا أخي العزيز؟ نعم. تسمعني؟ أسمعك أخي. الله يعين العراقيين. أيه. نسأل الله أن يفرج عنهم. أنا أشكرك سعدون، كان معنا من بغداد. طبعا على موضوع المتحدث أو مدير عملية وزارة الهجرة عباس جانكير الذي تحدث وقال لوسائل إعلام عراقية بأنه تم إرسال طائرات أو طائرة، مرصد آفاد يعني أكد بأن هذا غير صحيح ولا يتطابق مع إفادات العالقين هناك عبر بيان نشره اليوم، وكان البيان بعنوان نداءات استغاثة عبر مرصد آفاد لمئات العراقيين على الحدود البولندية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي تحدثنا فيها حول الأسباب التي تدفع عراقيين للهجرة خارج العراق ونحن في عام 2021. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.